بداية أبدأ معك سيد إسماعيل، كيف ترى حظوظ حزب العمال في العودة إلى السلطة بعد 14 عام من الحكم من حكم المحافظين؟ شك فيه، يعني نحن في انتظار عودة حكومة العمال مرة أخرى إلى سدة الحكم بعد فشل حزب المحافظين وحكومة المحافظين من إدارة الاقتصاد البريطاني إدارة ناجحة من 2010 ل 2024. يعاني الشعب البريطاني من الفقر، نسبة الأطفال الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر زادت لما يقرب بنصف مليون، يعني الديون التي تراكمت على الخزانة البريطانية الآن تعادل الناتج القومي بحوالي 2.3 مليار يورو، هذا تريليون يورو، ما تأخذيني. يعني هذا يؤثر تأثير مباشر على قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي. هناك خطط لا شك فيها، خطط سيقوم بها حزب العمال بتفعيلها عند وصوله إلى سدة الحكم بعد الانتخابات في 4 يوليو، وهي محاولة إعادة الاقتصاد البريطاني بالتعافي بنشر أولا الكوادر العمالية التي يعني يعاني سوق العمالة البريطانية من كوادر معينة في الصحة وفي التعليم وفي حتى سائقي القطارات وسائقي الحافلات. يعني هناك عجز بشري كذلك، رغم أن هناك به بطالة مقنعة، ولكن الكفاءات ليست متواجدة في هذا الاقتصاد الذي قضى عليه حكم المحافظين لمدة 14 سنة.